برضو فترة الأجازة اللي كانت للاعيبة الأساسيين أفادت الناس اللي أخدت أجازة، بس أفادت كمان على وجه الخصوص محمد مجدي قفشة، لأنه الحقيقة الموسم اللي فات كمل الموسم وهو عنده آلام شديدة جدا في البطن، كان بيعاني من عضلات البطن احتاجت لعملية الفتاق، عملها ورجع بسلامة الله، وعشان كده أيضا هو رخر عنده شغف بالعودة. كريم أحمد كان مع قفشة على الطيارة، نشوفه قال إيه. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، كواليس خاصه ورحله بعثه فريق النادي الاهلي في المباراه الافريقيه الاولى، الاتحاد المنستيري التونسي والنادي الاهلي في دور 32. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله، ترجع من جديد تسكن دولاب بطولات النادي الاهلي كعاده دوري ابطال افريقيا. كالعاده بننقل كل الاخبار والكواليس، والحقيقه ما بيبقى معانا لقاء خاص ومهم، الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا على المستوى الشخصي، الحقيقه ببقى سعيد جدا وانا بسجل لقاء الحقيقه مع محمد مجدي قفشه، واحد من نجوم النادي الاهلي، نجوم منتخب مصر، اللي ان شاء الله باذن الله منتظرين منه كتير جدا زي ما جمهور النادي الاهلي منتظر منه كتير جدا. الحمد لله على السلامه قفشه. الاول اللي عايزك تطمن جمهور النادي الاهلي عليك، على الاصابه الفتره اللي فاتت، المجهود الكبير، الموسم الحقيقه اللي كان صعب جدا، لكن الحمد لله على السلامه، انطلاقه تكون جيده ليك، ويا رب ان شاء الله قفشه كالعاده اللي جمهور النادي الاهلي بيطالب بيه عودته من جديد، يرجع الموسم ده ويكون انطلاقه جيده جدا قفشه. حبيبي يا كيمو، طبعا بشكرك على الكلام الحلو ده، والحمد لله الاصابه دلوقتي انا كويس، الدنيا كويسة، عملت عملية واتمرنت مع الفريق، لعبت ماتش ود واحد، لعبت شوط، لكن الدنيا كويسة وموجود مع الفريق. ان شاء الله تكون سنة مميزة وسنة خير للفريق كله، مش لي انا بس، الكرة انت عارف الكرة جماعية مش فردية، لكن اتمنى ان احنا كلنا نبقى مستعدين كويس ومجهزين نفسنا، لان انت عارف ده موسم صعب بعد الموسم الكارثة اللي احنا عملناه، كان في ظروف كتير، بس انا ماليش في الاعذار وما بحبش الاعذار، زي ما كنت بكسب وبقول احنا كويسين، فطبيعي لما نخسر يبقى احنا اللي قصرنا، وعارفين كل ده كويس وعارفين اللي احنا قصرنا، مش بننكر ده طبعا، بس فبنستعد لموسم جديد، وانا الحمد لله دلوقتي الاصابه كويس والدنيا زي الفل. يعني انا مش من الشخصيات ولا من النوعيات اللي انا بفضل اقول انا تعبان انا مصاب او انا بلعب على رجلي وانا مصاب، لا، انا لو لعبت يبقى انا لاعب عشان خاطر الاهلي وعشان خاطر الفرقه، مش 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 لازم اطلع ابرر ولازم اقول انا مصاب، لا لا لا، ماليش دعوه، انا راجل بلعب في النادي الاهلي، بلعب لفرقتي، وهو زي ما انا كنت بلعب في انبي قبل كده، كنت نفس الحوار ومموت نفسي وبتعب وبعمل اللي عليا وكل حاجه بتاع ربنا، لكن هي موضوع الاصابه ممكن تكون كانت مقصره شويه، لكن ده مش العذر، انا ما بحبش كده، طالما انا في الملعب يبقى لازم اعمل اللي عليا و100%، ممكن يكون في اجهاد بس برضه ده مش عذر، لكن مش بقول طالما نزلت الملعب لازم اعمل اللي عليا ولازم ادي. حته بقى فنيا انت فايق او مش فايق، دي بترجع لربنا سبحانه وتعالى، انت بتتعب وبتعمل اللي عليك، وكل الكلام ده كله في الاخر ربنا هو اللي بيبقى موفق او مش موفق حسب اليوم وحسب مودك وحسب، فبس لكن الحوار اللي انا اقول انا كنت مصاب وبلعب على رجلي لا، انا بشوف ان ده مش صح من وجهه نظر قفش، انا طالما في الملعب يبقى انا سليم، طالما انا بره الملعب يبقى انا مصاب بس، فمش عايز اتكلم في الموضوع ده لان انا ما بحبش الحته دي، يعني طالما انا في الملعب يبقى انا سليم. يعني هو موسم مش سهل، يعني موسم مش سهل خالص، موسم صعب جدا، انت عارف احنا اول ماتش عندنا في السنه هيبدا ببطوله مهمه جدا، بطوله افريقيا اللي احنا السنه اللي فاتت ما خدناهاش، فاحنا السنه دي يعني طمعانين، مش اللي احنا نعمل حاجه ونكسب، لا احنا طمعانين ان احنا ناخد بطولات، وده المهم، مش انت وارد تكسب وارد تخسر، لكن المهم لما تيجي تفنش وانت واخد بطولات، هو الاهم انك تعمل بطولات، مش الاهم انك تكسب ولا الاهم انك تعمل ماتش حلو او جديد، بيقول لا، المهم انت بتيجي تجمع في اخر السنه انت عملت ايه خدت ايه، لكن ما فيش حد يجي اخر السنه يقول لك ده قفشه جاب كام جون، ده كريم عمل كام اسيست، لا، في حاجه اسمها في نادي الاهلي هو ده نادي الاهلي، من قبل ما اجي النادي هو كده، وبعد ما امشي وبعد ما بعطل والناس اللي بعد كده واللي بعد كده والناس بتوع زمان، هو ده نادي الاهلي، نادي بطولات، ولا نادي شو ولا نادي لقطه ولا نادي ماتش واحد ولا نادي مكسب واحد ولا نادي خساره واحده، نادي بطولات، هو اسمه نادي الاهلي عشان الحته دي، فهو ده اللي احنا مركزين عليه. مش عايز اتكلم على اللعيبه لان لازم اللعيبه او مش لازم، ده اجباري يكون كل لعيب واصل له اللي احنا لازم ناخد البطولات، يكون كل لعيب ما عندناش خيار غير خيار واحد بس، ما عندناش اتنين، هو اهم حاجه، هو واحد ده اللي في دماغنا، واحد انك تاخد بطولات، اتنين ده ما تحطوش لانه مش محسوب، مش هيتحسب ومش هينفع يجي، فاهم قصدي؟ بس فهو ده المهم، وهو ده اللي اللعيبه اعتقد كل اللعيبه عندها الحته دي، من غير ما احنا نتكلم او من غير ما حد يوصل لحد، كل حتى اللعيبه الجديده جايه عارفه هي جايه ليه،
مش جايين ان هم جايين النادي الاهلي واسم، لا هم جايين عارفين هم جايين ليه، جايين عارفين ان هم عايزين يعملوا تاريخ، عايزين ياخدوا بطولات، شافوا لعيبه كتير خدت بطولات، عايزين يعملوا حاجه زي كده، فهو ده الاهم. فانا بطمن الجمهور عشان كل الكلام ده واصل للعيبه، وكل لعيبه عارفه حاجه زي كده. جمهور الاهلي جمهور ما بحبش اوفر، سواء جمهور الاهلي معروف مين جمهور الاهلي، معروف ايه هو جمهور الاهلي، معروف حب النادي الاهلي، مش هتكلم عليهم ولا اقول هم ايه ولا بتاع، عشان كل الناس ما عارفه يعني ايه جمهور الاهلي. اللي ما يعرفش جمهور الاهلي ده واحد تاني مش اهلاوي، او ما يعرفش حاجه، او مش فاهم حاجه. ان جمهور الاهلي معروف دايما مع الاهلي، دايما مع الفرقه، دايما عايز ياخد بطولات، دايما بيشجع لعيبته، دايما مع اللعيبه، دايما في ظهر اللعيبه. وارد ان الجمهور يجي عليك في اي وقت، ده وارد، ودي سنه الحياه ودي الكوره. بس لما تاخد زي ما بيدوك الحلو استقبل الوحش، وزي ما بيدوك الحلو وبيكرموك لما يجوا عليك ما تزعلش، وما ينفعش يبقى في رد فعل، لان الجمهور ده لما زي ما عملك هو زي ما ممكن ما يجي عليك. فانت لازم تتقبل الحالتين، وفي كل الحالتين سواء حلو ووحش هو الجمهور معاك، عمره ما كان ضدك، انت فاهم قصدي؟ بس فجماهير الاهلي دايما في ظهرنا. مش عايز اوعد بحاجه زي ما قلت قبل كده، او ما انا بحبش اوعد بحاجه، بس انا اوعد اللي احنا هنعمل كل اللي هنقدر عليه، مش عشان خاطر نكسب ماتش، ولا عشان خاطر نكسب 10 ماتشات، ولا عشان واحد يجيب جون، ولا عشان واحد يعمل اسيست، عشان ناخد بطولات، عشان نفرح النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي احنا اصلا بنلعب عشان كده. انا منه واحد، انا بلعب عشان الاهلي وعشان الجماهير، وقبل كل ده بلعب عشان اهلي. انا بحب لما ابقى كسبان ومبسوط، انا ابويا وامي واهلي بيفرحوا، فانا دي بالنسبه لي بالدنيا كلها. بس فهم الثلاث حاجات دول مهمين، زي ما قلت لك اللعيبه كلها عارفه، واللي احنا بنلعب على ايه السنه دي. عندنا ماتش صعب كمان يومين في افريقيا، اول بدايه صعبه، فرقه كويسه، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه في تونس ونكسب ان شاء الله باذن الله.